بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. عايز أزرع بيوت محمية بس ما عنديش الخبرة. خلاص ما تزرعش، خلاص ما تزرعش، تمام؟ طالما أنت ما عندكش الخبرة يبقى ما تزرعش. ليه؟ لأن المحاصيل ما فيهاش مخاطرة. يعني أنك تزرع ذرة شامي، تزرع رز، تزرع قطن، تزرع كلام، ما فيهاش مخاطرة. ممكن الإهمال بتاعك ينزل المحصول منك شوية، ولكن بالنسبة للخضر، احنا لما بنزرع الخضر اساسا بيدرسوا لك في كلية زراعة ان دراسة الخضر فيها مخاطرة، فيها مخاطرة مالية كبيرة، معرضة لانك انت الانتاج بتاعك يتضرب، معرضة للاسعار تطلع او تنزل، دي فيها مخاطرة، تمام؟ واللي اكتر من مخاطرة زراعة النباتات الخضر، تمام، انك انت تعمل تشتق قصة البيوت المحمية، تمام، او الجرين هاوس من الزراعات المحمية. أصبحت أكثر خطرا. أكثر خطرا ليه؟ لأن هي مكلفة جدا يا جماعة. النهاردة أنت بتشتري بذرة الخيار بكام، أو بذرة الطماطم بكام، وبتتوقع منها الإنتاج بتاعها يكون كام، تمام؟ لأن أنا لما بحسب بذرة الخيار أو بذرة الطماطم، بذرة الخيار النهاردة ب2 و3 جنيه، بذرة الفلفل النهاردة أصبحت ب5 جنيه مصري، أو ما يعادل ريال أو ريال ونص سعودي، طيب يعني أصبحت ما يعادل تقريبا يعني ربع دولار. فالقصة دي قصة، ده بند البذرة بس، تمام؟ تعال على المبيدات، تعال على الأسمدة اللي أصبحت النهاردة أسعارها غريبة الشكل. فإذا أنت ما أنتش عارف تبدأ المحصول وتنهيه بمحصول كويس، يبقى تبعد خالص، تمام؟ هي مش فسحة يا جماعة، هي مش فسحة، ولا إن أنا سمعت فيديو على اليوتيوب اروح هقول انا ازرع الصبح، لا، ما حدش قال كده. يعني في الاول وفي الاخر لازم خبرتك لا تقل عن من 2 لـ3 سنوات في المحصول. يعني ايه في المحصول؟ لان انت ممكن تروح لبيوت محمية اساسا كل زراعتها خيار، قعدت فيها 3 سنين ما تعرفش حاجة على الطماطم، جيت محصول، جيت للمشروع، عايز تعمل مشروع وتزرع خيار وتزرع طماطم فيه، انت ما عندكش خبرة عن الطماطم، او عندك خبرة عن الخيار بس طماطم ما فيش. كل محصول لا يقل عن 2 لـ3. ليه 2؟ ليه؟ لان انا هزرع المحصول ده مرتين او 3 مرات خيار في السنة، أو أزرع مرتين طماطم في السنة، إذا فالسنتين بتوعي زرعت فيهم 4 محاصيل. إذا أنت ما كنتش أساسا لميت الدنيا دي في الـ4 محاصيل، من حيث إنك تزرعه في المشتل إزاي وتطلع الشتلة إزاي، بعد كده تزرع وتدير النبات من حيث التغذية ومن حيث الري ومن حيث المكافحة، وتطلع بالآخر بمحصول كويس، يبقى تقعد في البيت وما عادش تطلع بالبيت خالص أصلا. ما تزرعش، ما تزرعش، وقعد كنتك أنت تزرع قدامك المحصول وأنت لسه متخرج. المفروض أنت عندك يعني حاجات انت دارسها وعارفها، عارف مبيدات وعارف ولو قشور حتى، ولكن يعني دماغك شغال عليها، ما انتش غريب عليها يعني، تمام؟ فلازم دي تكون حافظ. لو ما انتش عارف، في مصداقية يا جماعة، وفي أخلاقيات، في أخلاقيات. يعني انت لما بتدرس في دراسات عليا بيدوك كورس كامل بيسموه أخلاقيات البحث العلمي، أو دورة بيسموها أخلاقيات البحث العلمي، بيدرس لك فيها أساتذة كبار من طب وهندسة وزراعة وعلوم، وكل ده بيدرسوا لك فيها، وبقول لك يعني تخليك صادق في البحث بتاعك، المنسوب لك تنسبه ليك، واللي انت جايبه من بحث تاني تذكر اسمه. كذلك في أخلاقيات برضو، لما تروح تشتغل عند حد قول له والله أنا خبرتي في قد كذا، ما تضحكش على الناس وما تضحكش على نفسك، تمام؟ والله أنا ظروفي قد كذا. ممكن يجي لك واحد استشاري يمسك معاك 1 و2 و3 لحد ما تبقى أنت ما شاء الله بعد كذا استشاري كبير. أصل هي يعني لازم العملية تمشي ستيب باي ستيب، ما تمشيش خطوة بخطوة، بدل مش من أول السلمة هطلع فوق هتتكسر على طول. فديا اللي احنا بنتكلم عليه، عندي خبره، عندي على المشروع ابداه ازاي، ابداه بحاجتين، عندي اساسيتين للمشروع، اساسيتين، الميه والهواء زي ما بقولوا، الميه والتربه، ميه وتربه، ميه وتربه عندك كويسين، ابدا المشروع ما فيش اي مشكل خالص في اي جو على وجه الارض. دي بتنفع البيوت المحمية في أي جو، طالما هي بيوت محمية فيها مكيف في الصيف وفيها مبرد في الشتاء، ابدأ في أي وقت، ما فيش أي مشكلة خالص، فيش أي مشكلة خالص، تمام؟ دي اللي أنا نفسي أقوله لحضراتكم. مش أنا ما عنديش الخبرة الكافية، ما عندكش الخبرة الكافية ما تدخلش المجال، لأن ده هيدمرك، هتخسر القرشين اللي معاك. افهم الأول واتعلم عند واحد يكش تدفع له فلوس،
يعني اياكش انت تروح لبيوت محميه كده، بس حد يكون محترم يعلمك فعلا المهنه، يكونش عندك قابليه انك تتعلم، يكون عندك الصبر انك تتعلم، اتعلم منه وبعد كده تروح تشتغل، يعني عند حد يتعمل مشروع لنفسك. بيوت المحمية مربحة، وأي واحد يقول لك البيوت المحمية مش مربحة قول له أنت كذاب على طول رسمي كده. أي حد يقول لك البيوت المحمية مش مربحة قول له أنت كذاب. تمام، بيوت المحمية مربحة وكل حاجة تمام التمام، بس المشكلة الإدارة بتاعتها تكون صح، واعرف من الأول إن هي الصناعة الزراعية، الصناعة الزراعية يعني شيء أنت بتصنعه بإيديك. ليه؟ أنت متوفر لك جو كويس في البيت المحمي، المية كويسة، التربة كويسة، ما فيش أعفان، ما فيش أي حاجة، يبقى تتوكل على الله، ما فيش أي حاجة معوقات. إذا كان في معوق فمن نفس انت بقى. تمام، اذا كان في معوق يبقى انت اللي معوق. النباتات ما فيهاش معوقات، متوفر لك كل شيء، انت بتتحكم في رطوبه، بتتحكم في هواء، بتتحكم في كده. حتى البيوت المحميه العاديه برضو انت في الشتاء المفروض عندك مقومات، والاداري الناجح اللي هو يعرف يدير النبات سواء في درجه حراره، سواء في تهويه، سواء في رطوبه عاليه، سواء في تسميد، سواء في ري، سواء في كده، انت المفروض عندك. لو ما عندكش انا بقول لك اتقي الله في ولادك، واتقي الله في مالك اللي انت هترميه، اقعد واسكت، ازرع لك اي حاجه على قدك، شويه محاصيل ولا بتاع كويسين جدا. اما الارض يبقى لازم ارض كويسه خاليه من الملوحه تماما، ميه خاليه من الملوحه تماما، ارض خاليه من نماتوده تماما، كل الحاجات دي مش موجوده عندك. اما تقول انا ما عنديش خبره وعايز ازرع وكل يوم تساعدني، اساعدك في ايه اكتر من انا عامل لك الفيديو بتاع الخيار جايب جرار الحرد، بعد كده جايب لك الرجاله بترمي السماد العضوي ازاي ومصورهم لك، بعد كده بالفاس او بالمسحه وبيعمل المصطبه ازاي وقايل لك المقادير، بعد ما عملنا المصطبه جايب لك الشوكه، بعد ما شوكنا الارض وسويناها عشان ما فيش، فردنا الخراطيم، بعد كده حطينا بذره يا شتلة، اعمل لك ايه تاني؟ اساعدك في ايه تاني على الواتس؟ انا اساعدك في ايه تاني؟ برامج الري جايب، برامج التسميد جايبها لك بالكامل من اول يوم 1 ليوم 10، من يوم 10 ليوم 20، من يوم 20 لاخر المحصول، او من يوم 30 لاخر المحصول، وانت تسمد السماد اللي عايز لك عليه معاك خطوه بخطوه. اساعدك في ايه تاني على الواتس؟ اقول لك كم كلمه يعني 10 15 20 كلمه، هديك رسالتين ثلاثه مسج، وبعدين يا جماعه الخير ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمكم جميعا. الواتس ما هو انت عندك عرض مرضي، خد والله شوف لي ديت برضو. انا لما بشوف لك العرض المرضي خد بال حضرتك ان انا مش موجود في الارض، انا راجل مش موجود في الارض، انا راجل كل ما هنالك ان انا بجتهد على الصورة اللي جات لي. اما انا المفروض اشوف الجدر واشوف التربة عاملة ازاي، اشوف المية بتاعت، اشوف اللون النبات قدام عينيا مش بالصورة، اشوف الموقع العرض ده هو فوق ولا تحت ولا في قمة النبات ولا في ورقة مسنة ولا في ورقة حديثة، أشوف كل دي الحاجات دي أنا بقتها في دماغي لو أنا بشخص. يا جماعة الله يصلح حالكم، فيكون عندك تربة كويسة، مية كويسة، عندك إمكانية حتة الري والتسميد تكون عندك كويسة، إنك تدير النبات كويس في المكافحة، كل الحاجات دي في الآخر محصلة نجاح. أما أنت ما بتعرفش لازم تتعلم على إيد حد، لازم تتعلم على ايد حد. وبعد ما تتعلم البدائيات عندك الفيديوهات، ما فيش حاجة متسابة، ما فيش حاجة متسابة والله. بس للأسف الشديد احنا مش عايزين نتعب نفسنا، عايزين ندوس على زرار. الو انت مين؟ انا مين؟ اتفضل. يا جماعة بالله عليكم يعني احنا أمة اقرأ، يعني احنا أمة اقرأ، اول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، اتعلم اتعلم اتعلم، وانتقدني ما فيش مشكلة خالص، من حقك أن تعترض كليا أو جزئيا على رأيي، ومن حقي أيضا أن أعترض كليا أو جزئيا على رأيك، ولكن يجب أن تكون طريقة الاعتراض حضرية. ما شوفش امبارح في فيديو نشره امبارح بقول لك خمس حاجات تاخد بالك منهم، ألاقي واحد كتب لي أنت كذاب. إيه اللي أنا كذبت فيه؟ قال لا. طب ما تقول لي أنت مين؟ ما تقول لي انت مين وفي اي بلد وتعالى عند علمه الخضر في 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 مصر نقف انا هو انا وانت قدامه وتقول لي انت كذاب ليه؟ انا كذاب لي ايه؟ انا كذاب لي ايه؟ سبحان الله، علم يعني قله الادب وخلاص. يعني احنا عايزين حب الظهور دايما بيكون بقله الادب، ماشي؟ يعني في الادب الكامل بيخلي الانسان ليه تشتم؟ يعني ليه تشتم؟ يعني انت لا تعرفني ولا اعرفك، يعني ده حقد مثلا؟
يعني انت حقد مثلا، حاقد مثلا وبتشتم. انا الفيديو بتاع امبارح ده فيه ايه اللي كذب بقى؟ انا بقول لك سمد نطرات كالسيوم واعمل وسمد لي كالسيوم وحط لي هيومك اسيد وخد بالك من البياض، ايه الكذب في ده؟ في ده انا عايز افهم والله قسما بالله، ايه الكذب بس افهم دي ايه الكذب فيها. وسبحان الله احنا اصبحنا بشر اجريسيف، عدائيين بطريقه غادي. ليه اجريسيف انت؟ ليه اجريسيف؟ طيب ليه عدائي؟ ليه انت شخص عدائي يعني؟ قال انت ما انتش عاجبك خلاص انت حر. الاقي التاني سبحان الله من الاخر يعني، ربنا يصلح حال الامه دي، لان بصراحه احنا ضعنا والله، احنا ضعنا اخلاقيا وادبيا وكل حاجه، احنا ضايعين. احنا ضايعين الا من رحم ربي، الا من رحم ربي احنا ضايعين بامان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.